اسمع الآية هذه، الآية هذه سبحان الله كل ما قرأتها قلت احنا بخير إن شاء الله. قال الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. الله اصطفاك أنت، وأنا أحلف بالله العظيم ولا أحنث، وسوف أقابل الله عز وجل ولن يحاسبني عن هذا الكلام. أنت اصطفاك الله عز وجل. كيف؟ اسمع، قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ثلاثة أقسام. أنت واحد من الثلاثة، ما عندك، لن تخرج من الثلاثة إلا إذا كنت لست مسلما، ولا يوجد عندنا غير مسلم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، هذا أنا وياك من القسم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، افعل واجب واترك محرم، هذا مقتصد مرة يعني حدك حدك، ومنهم سابق بالخيرات، يفعل الطاعة الواجب والمستحب ويترك المحرم والمكروه، هذه درجة عالية جدا. إذا كنت متواضع أخرج نفسك من هذه، وإذا كنت متواضع أكثر أخرج نفسك من الثانية، لكن لا تستطيع أنك تخرج نفسك من الثالثة. والله قال اصطفينا، اصطفاك أنت من الثلاثة. ثم هالثلاثة هذولا ذكر الله عز وجل فضائلهم: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات، ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ، ولباسهم فيها حرير، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. القسم الثاني جاء والذين كفروا، إذا أنت من القسم الأول اللي هم الفضائل هذه كلها، سواء عدنت من المقتصد ولا من السابق بالخيرات ولا من الظالم نفسه، أحد ثلاثة أقسام لن تخرج منها، فهنيئا لك، هذه البشارة من الرب جل جلاله. أوه، سأعطيك أشد من هذا، أشد من هذا، وستستغرب. نحن لا نستغرب كرم الله، نحن نستغربنا ما ندرك، عقولنا صغيرة. اسمع للآية في سورة التوبة، والله عجيبة، آية عجيبة، يعني لو الإنسان يقف عندها ساعة لا يمكن أن يستوعبها من صغر عقله. قال الله عز وجل: وآخرون اعترفوا بذنوبهم، ما تابوا بس اعترف بذنب، ترى يخطيت اعترف. أن تعرفون التوبة لها شروط، توبة لها شروط، لا يمكن، أجمع العلم على ثلاثة شروط: الإقلاع والندم والعزم، الإخلاص لله، أجمع العلم على هذه الشروط، لا بد يكون عندك الشروط هذه حتى تسمى تائبا. الآية هذه ما تكلمت عن التائب، لا، تكلمت عن واحد أقل من التائب، من هو؟ الذي اعترف بذنبه. قال: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، مرة حسنة مرة سيئة، مرة حسنة مرتين سيئة، خلطوا. الخلط لا يلزم المساواة، مرة 50-50 ولا 20-20، قد يكون 50-40 70-30، سمى خلط. عملا صالحا وآخر سيئا، ختم الله هذه الآية بإيش؟ إيش قال الله عز وجل؟ ماذا قال الله؟ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. عسى في حق الله للتحقيق للترجي، عسى الله يتوب عليهم، ما تابوا بس اعترفوا. شوف الكرم، شوف فضل الله، كيف إن الله غفور رحيم. شوف خاتمة الآية بس شلون كأنها بلسم شافي لكل قلب عاصي.